بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتنا طلبة مادة الادفانسد فلويد ميكانكس، اهلا بيكم في الحضرة التاسعة اللي ان شاء الله هنكمل كلامنا فيها عن طرق الحلول للفيسكاس فلو ايكويشنز في حالة النيوتونيان فلويدز او الفلويد اللي الفيسكوزيتي بتاعته مقدار ثابت. النهاردة ان شاء الله هناخد موضوع الى حد ما مختلف شوية عن المواضيع اللي فاتت. المرات اللي فاتت كنا بناخد الـ exact solution of viscous fluid flow problems. وليه بنقول exact solution؟ لان كنا بنقول ان الـ non-linear terms في Navier-Stokes equations كانت بتتلاشى، وبالتالي كنا بنقدر نكامل المعادلات بتاعتنا، المعادلات التفاضلية، ونحصل على closed form solution للمعادلات. وخدنا امثله على الانواع دي من الفلو، نوعين اساسيين، نوع سميناه كوت فلو، وده بينتج من حركه احد الباوندريز، يعني مثلا بليت بيتحرك وبليت ثابت وما بينهم طبقه من الفلويد يسبب الكوت فلو. النوع الثاني سميناه بواسيل فلو، وقلنا بواسيل فلو هو اللي بينتج من كونستانت بريشر جريدينت، يعني كان الترم اللي في المعادله اللي هو بارشال بي على بارشال اكس او بارشال بي على بارشال زد كان بيبقى عباره عن مقدار ثابت، وبالتالي برضه كنا بنقدر نكامل المعادلات اللي عندي. وخدنا حاله طلبناها منكم ان انتم تحسبوها، اللي هي لما يبقى عندي كومبايند كوت فلو مع بواسيل فلو في فلو ما بين تو بليتس. وقلنا ان الحاله دي هنستخدم اللينياريتي في ان احنا نعمل سوبر بوزيشن، فيطلع الحل العام كانه مجموع الحلين بتاع كوت فلو زائد بواسيل فلو. النهارده ان شاء الله هناخد نوع تاني من المسائل اللي في الحقيقه ملهاش اكزاكت سوليوشن، يعني نوع من المسائل بيكون اصعب شويه، وبالتالي بنوصل الى ما يسمى بالابروكسيميت سوليوشن او بيسموه سيميلاريتي سوليوشنز. واعتقد كلمه سيميلاريتي جايه من التشابه بينه وبين الحالات اللي هي بتاعه الانفيزد فلو، اللي هو الفلو اللي ملوش فيسكوزيتي في سوليوشن لهذه المعادلات. فاللي هناخده النهارده ان شاء الله هو احد الحالات بتاعه السيميلاريتي سوليوشن. طبعا السيميلاريتي سوليوشنز يا شباب بتطبق على مجموعه من الفلو فيلدز، في كذا كيسه ممكن يطبق عليها السيميلاريتي سوليوشن. فاللي انا هعمله كالاتي، ان انا هاخد واحده من هذه الحالات وحل السيميلاريتي سوليوشن بتاعها بالتفصيل بقدر الامكان. وانت تقدر ان شاء الله لو فهمت السيميلاريتي سوليوشن على واحده من الكيسز اعتقد الامور هتبقى اسهل كتير على الكيسز الثانيه. فهنمشي مع بعض على طول في الموضوع عشان الامور تتضح بالنسبه لك، ماذا نقصد بالسيميلاريتي سوليوشن وماذا نقصد بكلمه ابروكسيميت سوليوشن. فهنبدأ مع بعض هنا نقول ان الفلو اللي هندرسه اسمه السيميلاريتي، سيميلاريتي ده الحل اللي احنا هنعمله، سيميلاريتي سوليوشن. لايه بقى السيميلاريتي سوليوشن اللي احنا هندرسه ده؟ اوف فلو نير ستاجنيشن بوينت، ستاجنيشن بوينت. يبقى هندرس ازاي نحل نافير ستوكس ايكويشنز لفلو نير استاجنيشن بوينت. تعال نرسم الفلو فيلد اللي احنا نقصده عشان الامور تتضح بالنسبه لك شويه. لو افترضت ان عندي سطح هنا والسطح ده ساكن او ثابت، تمام، وفي فلو بينزلق على هذا السطح من اعلى. يبقى لو افترضنا كده ان انا عندي خط النص وفي فلو بينزلق على السطح ده من اعلى كده، فاحنا نتوقع ان الستريم لاينز هتبدا تنحني لمقربه من السطح وتعمل فلو فيلد بهذا الشكل، تمام. وكذلك من الناحيه الثانيه هتنزل برضو الستريم لاينز وتنحني ويتدفق الفلو بره الوول بهذا الشكل. يبقى الفلو ده كانه جاي من تحت، من فوق اسف، وبيهبط على السطح. فالنقطه دي كلنا نعرف طبعا ان احنا ممكن نخمن ان دي ستاجنيشن بوينت، صح كده؟ اللي على يمين النقطه دي هينزلق ناحيه اليمين، واللي على شمالها هينزلق ناحيه الشمال، وبالتالي النقطه دي بالظبط ممكن نقول عليها الاستاجنيشن بوينت، وده المسمى بتاعنا. يبقى فلو نير ستاجنيشن بوينت. عايزين نشوف الفلو فيلد جنب الاستاجنيشن بوينت ده شكله ايه. المساله تبدو بسيطه زي ما شرحنا، تعال نمشي في الحل ونشوف
ايه مصادر الصعوبات اللي بتطلع في المعادله بتاعتي. يبقى المساله تو دايمنشنال فلو، يبقى لو افترضنا ان ده عندي هو محور اكس، والاعلى هنا هناخد محور واي من عند السيرفيس، يبقى المساله تو دايمنشنال، وهنفترض ان الفلو بتاعي ما بيتغيرش مع محور زد، لا بروبرتيز ولا فيلوسيتي ولا في اي فيلوسيتي كومبوننت في اتجاه محور زد، فتبقى المساله اسهل نسبيا. تعال نشوف المعادلات اللي احنا بنمتلكها. طبعا احنا معناهاش غير الكونتينيوتي ايكويشن، الكونتينيوتي ايكويشن الفلو ده تو دايمنشنال، يعني عندي المركبتين يو وفي فقط، الفلو ده ستيدي، الفلو ده انكمبريسيبل، يبقى اقدر اقول ان المعادله هتطلع بهذا الشكل، ان بارشال يو على بارشال اكس زائد بارشال في على بارشال واي يساوي صفر، لان ما عنديش المركبه الثالثه للفيلوسيتي، وزي ما قلنا الكثافه ثابته والفلو بتاعي انكمبريسيبل والمساله ستيدي ستيت. دي المعادله اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن. المعادله الثانيه اللي معايا في المساله بتاعتي المومنتم ايكويشن في اتجاه الاكس، يبقى اكس مومنتم ايكويشن، تمام. والاكس مومنتم ايكويشن في الكارتيزيان كوردينيت، الشباب طبعا لازم نتعلم ازاي نفك هذه المعادلات، لكن طبعا ده مش محور المحاضره النهارده. يبقى اقدر اكتبها على طول المساله برضو زي ما اتفقنا ستيدي ستيت، يبقى يفضل عندي يو بارشال يو على بارشال اكس زائد في بارشال يو على بارشال واي، الله اكبر، بتساوي سالب واحد على رو بارشال بي على بارشال اكس زائد ميو اللي هي ميو على رو، تمام، ميو على رو في بارشال 2 يو على بارشال اكس تربيع زائد بارشال 2 يو على بارشال واي تربيع، تمام كده. فده بالنسبه لي هو الاكس مومنتم ايكويشن. المعادله الثالثه اللي معايا هي عباره عن الواي مومنتم ايكويشن، وان كانت الواي مومنتم ايكويشن ما تهمنيش كتير في المساله دي زي ما هقول لك ليه بعد شويه، ولكن هنكتبها عشان نبقى برضو راجعنا على المعادلات. يبقى اليو مضروبه في بارشال في على بارشال اكس زائد الفي مضروبه في بارشال في على بارشال واي بتساوي سالب واحد على رو في بارشال بي على بارشال واي زائد برضو ميو اللي هي ميو على رو في بارشال 2 في على بارشال اكس تربيع زائد بارشال 2 في على بارشال واي تربيع، تمام. طيب ليه الواي مومنتم ايكويشن ما تهمنيش كتير في المساله دي؟ لان لو انت بصيت قرب الوول هنا هتلاقي ان الفلو بيغير اتجاهه وبياخد الاتجاه بتاع محور اكس الافقي، وبتبدا تتغير السرعه مع الواي، يعني الفلو الملاصق للجدار هنا بيبقى سرعته تساوي صفر، وكل ما بنرتفع مع الواي بيبدا الفلو بتاعي ايه يتغير قيمه السرعه بتاعته. فبالتالي الاكس مومنتم ايكويشن او مركبه السرعه في اتجاه يو تهمني جدا جنب الايه جنب الوول بتاعي، لكن احنا بالنسبه لنا معانا كونتينيوتي ايكويشن، معانا اكس مومنتم ايكويشن، ومعانا كمان واي مومنتم ايكويشن. برضه شباب لقيت عندنا في الكتاب اللي هو فيسكس فلويد فلو الشكل اللي بيبين الفلو نير استجنيشن بوينت او بيسمى استجنيشن بوينت فلو، ده فيجر 3-24 زي ما انت شايف، واللي بيتضح فيه شكل الستريم لاينز والمحاور اكس وواي اللي هناخدهم عندنا في المساله، والمكان ده اللي هو ثابت بالنسبه لي ريجيد باوندري، وبيبقى عندي زي ما انت شايف ان الفيلوسيتي يو بتتغير مع الواي نتيجه الايه نو سليب كونديشن، الملاصق للوول هيبقى سرعته تساوي صفر، وكل ما انا ابتعد عن الوول هتبدا السرعه تتغير وهكذا. فبالتالي يهمني جدا المركبه يو وازاي بتتغير، لان ده بيديني حاجه شبه الباوندري لاير، تمام. طيب نكمل الاناليسيس بتاعنا في المساله. احنا كتبنا المعادلات اللي احنا بنمتلكها اللي هي الاكس مومنتم والواي مومنتم والكونتينيوتي ايكويشن، وعرفنا ليه الاكس مومنتم ايكويشن تهمني جدا زي ما قلت لك، لان المركبه يو هي اللي بتتغير مع الواي قريب من الوول، وده اللي بيسبب الشير ستريس لو احنا عاوزين نعمل اناليسيس للشير ستريس اللي عندنا في المساله بتاعتنا. طيب مساله زي دي لما يكون الفلويد ده انفيزيد فلو، يبقى فور
انفيزيد فلو. طبعا احنا عارفين ان انفيزيد فلو يعني الفيسكوزيتي بتاعته بتساوي صفر. كانت الاستريم فانكشن بتاعت هذا الانفيزيد فلو، الاستريم فانكشن بتاعته بتساوي الاتي، كانت بتساوي بي وده كونستانت مضروبه في اكس اللي هو المحور ومضروبه في واي اللي هو المحور الثاني. وده كان بينتج منه ان المركبه بتاعت السرعه في اتجاه اليو، ودي لو انت فاكر كان تعريفها هي عباره عن بارشال ابساي على بارشال واي، ودي بتساوي من المساله بتاعتك بي في اكس، تمام. وكانت المركبه الثانيه بتاعت السرعه وهي في، ودي كانت بتساوي سالب بارشال ابساي على بارشال اكس، كانت بتساوي سالب بي في الايه في الواي. دي حاله من حالات الهيدروداينامكس اللي احنا درسناها في سنه ثانيه وسنه ثالثه. لو كان عندي مركبه السرعه يو ومركبه السرعه في، اقدر احسب الاستريم فانكشن او الايكويشن بتاعه الاستريم لاين. يبقى كل ما تحط ابساي بقيمه معينه تقدر ترسم واحد من الستريم لاينز اللي موجودين عندك في المساله بتاعتك. ده في حاله لما يكون عندي الفيسكوزيتي تساوي صفر، يبقى المساله دي اتحلت قبل كده لو كانت الفيسكوزيتي تساوي صفر في الهيدرو داينامكس، تمام يا شباب؟ طيب المساله بتاعتنا اللي للاسف الفيسكوزيتي ما تساويش صفر، فهنبدا من هنا ونحاول نعمل سيميلاريتي سوليوشن. فهنقول فور اور كيس في الحاله بتاعتنا طبعا الفيسكوزيتي للاسف لا تساوي صفر، ودي مهمه جدا بالنسبه لي في حساب المساله. هنعمل ايه بقى؟ هنستغل الحاله اللي فاتت ونحاول نطلع حاجه زيها. فهنقول الابساي بتساوي البي الكوفيشنت بي مضروب في الاكس، بدل ما هو مضروب في قيمه الواي، ركز كده معايا، كانت الفي فانكشن في الواي واليو فانكشن في الاكس. فاحنا هنقول ان الواي دي اصبحت فانكشن وليست مجرد قيمه الواي بشكل ثابت. يبقى الاستريم فانكشن في الحاله دي بنسميها ابساي فيسكس. فيسكس دي ابساي العاديه، تمام، اللي هي لو الفلو بتاعي انفيزيت مفيش فيسكوزيتي، ودي حاله الابساي اللي احنا هناخدها في الحاله بتاعتنا. خلاص. طيب لو خدنا الابساي فيسكس تساوي هذا المقدار، هنشوف اف اوف واي دي شكلها يطلع ازاي علشان تحل هذا النوع من المسائل بتاعتي. تعال نحسب منها المركبه بتاعت السرعه يو، وقلنا ان يو بتساوي بارشال ابساي على بارشال واي، يبقى دي هتساوي بي في اكس، كل ده ثوابت بالنسبه للواي، في بارشال اف على بارشال واي، تمام، لان اف دي داله في واي فبالتالي ليها مشتق. يبقى اصبحت هنا مركبه السرعه يو بتعتمد على الواي بالمشتقه بتاعه الداله اف دي، تمام. وزي ما احنا شايفين ان في المساله هنا واضح تماما ان اليو بتعتمد على الواي نتيجه الباوندري كونديشن اللي عندي، وده اللي احنا هنحاول نحله في المساله بتاعتنا. طيب والفي بقى هتساوي ايه؟ قلنا الفي بتساوي سالب بارشال ابساي على بارشال اكس، ودي هتساوي فاضل بالنسبه للاكس يبقى سالب بي في قيمة الدالة اللي هي اف دي اللي احنا مش عارفين لسه شكلها ايه علشان تحقق المسألة بتاعتي. فاحنا دلوقتي خلاص فرضنا ان انا عندي فيسكس ستريم فانكشن سميناها ابساي فيسكس، وابساي فيسكس دي بدل ما تساوي بي اكس واي زي ما الانفيزيت فلو اداني الحل بتاعه، لا احنا هنسميها بي اكس اف اوف واي، حيث اف اوف واي دي فانكشن تقدر تحل لي وتاخد في الاعتبار الفيسكس افكتس في المسألة بتاعتي. ولما هفترض ان الداله دي صحيحه يبقى المشتقه بتاعت الابساي بالنسبه للواي تديني مركبه السرعه في اتجاه الاكس، يبقى بي في اكس في بارشال اف على بارشال واي، ومركبه السرعه في اتجاه الواي بتيجي بدلاله الابساي سالب بارشال ابساي على بارشال اكس، نفاضل يطلع سالب بي في اف لان اف اوف واي ليس لها مشتقه بالنسبه للايه؟ بالنسبه للاكس، ومشتقه الاكس بالنسبه لنفسها تساوي واحد، يبقى سالب بي في قيمه الداله اف اوف واي. تمام كده شباب؟ ده بالنسبه لي هو الايه؟ المركبات بتاعت السرعه. فاحنا طبعا يبقى ان نقول لو الكلام ده صحيح لابد ان تتحقق على الاقل الكونتينيوتي ايكويشن. يبقى تعالى من السلايد اللي جاي نشوف الكونتينيوتي ايكويشن هتدينا ايه؟ نشوف الكونتينيوتي ايكويشن محققه في المساله بتاعتنا دي ولا لا؟ فعشان نشوف الكونتينيوتي ايكويشن محققه ولا لا لازم نجيب المشتقه اللي هي بارشال يو
على partial x زائد partial v على partial y. هو ده المطلوب في الايه؟ check ال continuity equation. زي continuity. تمام؟ طيب نرجع للمسألة بتاعتنا. في المسألة بتاعتنا كانت اليو بتساوي كام؟ كانت اليو بتساوي b في x في partial f على partial y. يبقى على طول نقول ان partial u على partial x هيساوي كام؟ هنفضل ده بالنسبة لx، يبقى b في partial f على partial y. طيب نروح كمان لباقي المشتقات، بما ان احنا بنجيب المشتقات. partial 2u على partial x تربيع هيساوي ايه؟ دي داله في الواي، يبقى ده هيساوي صفر. تمام؟ لما تفاضل partial u على partial x مره ثانيه بالنسبه لx، مفيش اي x هنا في المساله، يبقى ده هيساوي ايه؟ هيساوي صفر. طيب بالمره بقى v بتساوي كام؟ v بتساوي يا شباب، خليني اكمل بقى لسه مع u. اجيب باقي المشتقات بالمره عشان هنحتاجها في ايه؟ المساله بتاعتي. يبقى قلنا يو وبارشال يو على بارشال اكس وبارشال 2 يو على بارشال اكس تربيع. طيب تعال نشوف بارشال يو على بارشال واي. بارشال يو على بارشال واي بتساوي كام؟ يبقى بارشال يو على بارشال واي هتساوي بي في اكس في بارشال 2 اف على بارشال واي تربيع، صح؟ لما نشتقه مره ثانيه بالنسبه للواي. طيب نشتقه مره ثانيه بالنسبه للواي، يبقى بارشال 2 يو على بارشال واي تربيع، يبقى دي هتساوي برضه بي اكس في بارشال 3 اف على بارشال واي تكعيب. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا بس كل اللي عملته هنا اني جبت المشتقات اللي انا ممكن احتاجها في الكونتينيوتي ايكويشن والمومنتوم ايكويشن. طيب تعال نشوف الفي، المشتقات بتاعت الفي. الفي كنا بتساوي سالب بي في الاف، يبقى على طول بارشال في على بارشال اكس ده هيساوي ايه؟ هيساوي صفر، لان مفيش اكس ظهرت في قيمه ال v. طيب بارشال 2 v على بارشال اكس تربيع، بما ان مفيش بارشال v على بارشال اكس، يبقى برضه مفيش بارشال 2 v على بارشال اكس تربيع. طيب تعالى بقى نجيب بارشال v على بارشال y. بارشال v على بارشال y هنشتق، يبقى سالب b في بارشال f على بارشال y. تمام؟ طيب بارشال 2 في على بارشال واي تربيع، هنشتقه مره ثانيه، يبقى سالب بي في بارشال 2 اف على بارشال واي تربيع. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا كده جبنا كل المشتقات اللي عندي. يبقى نرجع بقى للتشيك بتاع الكونتينيوتي. تشيك الكونتينيوتي ايكويشن. كونتينيوتي ايكويشن، ونشوف الفرض اللي احنا فرضناه ده صحيح ومحقق ولا لا. هنقول بارشال يو على بارشال اكس، بارشال يو على بارشال اكس هي عباره عن بي في بارشال اف على بارشال واي، تمام؟ زائد البارشال في على البارشال واي كانت عباره عن سالب بي في بارشال اف على بارشال واي، وواضح تماما ان الكلام ده يساوي صفر. يبقى اذا الاستريم فانكشن اللي احنا فرضناها من ناحيه الكونتينيوتي او الكونزرفيشن فهي محققه. تمام؟ يبقى نقدر نكمل الاناليسيس بتاعنا باستخدام الاستريم فانكشن اللي احنا فرضينها دي، اللي فيها مركبات السرعه يو وفي بتحقق الكونتينيوتي ايكويشن. تعالى قبل ما ندخل على التشيك بتاع التعويض في المومنتوم ايكويشن، نشوف الباوندري كونديشنز في المساله بتاعتي بتاثر على الداله اف اللي احنا فرضناها دي ازاي. يعني هنقول مثلا النو سليب باوندري كونديشن، دي من اهم الكونديشنز اللي احنا خدناها، النو سليب باوندري كونديشن. النو سليب باوندري كونديشن بتقول لي ان ات واي تساوي صفر، ايه اللي هيحصل؟ يو تساوي في تساوي ايه؟ تساوي صفر. تمام كده يا شباب؟ يبقى عند الواي ما تساوي صفر، يبقى المركبه يو والمركبه في بيساوي صفر. طيب بدلاله الداله اف اللي ظهرت معانا دي، يو كانت بتساوي ايه؟ يو تساوي صفر، وتساوي قيمتها كمان بي في اكس في بارشال اف على
بارشال مين؟ بارشال واي. بس احنا قلنا ده باوندري، يبقى لازم ده عنده واي تساوي كام؟ تساوي صفر. يبقى بالتالي اطلع من المعادله دي ان المشتقه بارشال اف على بارشال واي لما واي تساوي صفر قيمتها كام؟ قيمتها صفر، لان اكس ما ينفعش تساوي صفر، اكس ده اللي هو الكوردينيت بتاعي. تمام؟ يبقى عرفنا ان بارشال اف على بارشال واي عنده واي بتساوي صفر، دي لازم قيمتها تساوي صفر من قيمه الباوندري كونديشن اللي عندي في المساله. طيب تعال نشوف الباوندري كونديشن الثاني، ان في هتساوي برضه صفر عند واي بتساوي صفر. طب الفي دي كانت بتساوي ايه يا شباب؟ كانت بتساوي سالب بي في قيمه الداله اف. يبقى بي في قيمه الداله اف عند ما الواي تساوي صفر لازم قيمتها تطلع بتساوي صفر. يبقى ده يديني على طول ان قيمه الداله اف عند واي تساوي صفر برضه هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. يبقى ده يديني ان قيمه الداله اف تساوي اللي هو مثلا خلينا نقول عند الزيرو عشان تبقى كلامنا واضح ومحدد، قيمه الداله اف عند الزيرو تساوي مشتقه الداله اف عند الزيرو تساوي زيرو. وده مهم جدا في السوليوشن اللي احنا هنحب نوصل له في نهايه المساله بتاعتنا. خلاص، يبقى احنا لما طبقنا المساله بتاعتنا احنا لسه مش عارفين شكل الداله اف دي هو ايه بالظبط، ولكن دلوقتي عرفنا ان قيمتها عند الزيرو تساوي زيرو، وكمان مشتقتها عند الزيرو تساوي زيرو، ومشتقتها مع الواي مرتبطه بمركبه السرعه في اتجاه اكس زي ما انت شايف. يعني مشتقه الداله اف مرتبطه بمين؟ مرتبطه بقيمه السرعه يو في اتجاه محور اكس بتاعنا. تمام، نكمل نشوف المومنتوم ايكويشن ممكن تتحول لايه بدلاله الستريم فانكشن اللي احنا فرضناها. يبقى الهدف دلوقتي ان احنا نحاول نحل المعادله بتاعه المومنتوم ايكويشن. تعالى كده نرجع نكتبها مره ثانيه، الاكس مومنتوم ايكويشن، الاكس مومنتوم، بنقول ان المعادله كانت يو بارشال يو على بارشال اكس زائد في بارشال يو على بارشال واي بتساوي سالب واحد على رو بارشال بي على بارشال اكس زائد نيو، قلنا نيو هي ميو على رو بارشال 2 يو على بارشال اكس تربيع زائد بارشال 2 يو على بارشال واي تربيع. تمام شباب، دي اللي هي الاكس مومنتوم ايكويشن في الكارتيزيان كوردينيت، وعندي تو فيلوسيتي كومبوننتس بس هم اللي ظهروا معايا في المساله. تعالى بقى نعوض في هذه المعادله بدلاله الايه؟ الستريم فانكشن اللي احنا طلعناها اللي ادتني مشتقات للسرعه زي ما حسبناهم من شويه. يبقى اليو قلنا اليو هي قيمتها ايه؟ بي اكس مضروبه في المشتقه بارشال اف على بارشال واي، ممكن اختصارا كده نسميها اف داش. تمام، بارشال يو على بارشال اكس قلنا هي عباره عن بي مضروبه على طول في قيمه المشتقه اللي هي اف داش. تمام، زائد الفي مركبه سرعه في اتجاه الواي اللي هي عباره عن سالب بي مضروبه في الاف زائد اسف مضروبه في بارشال يو على بارشال واي، وبارشال يو على بارشال واي ده هو عباره عن بي مضروبه في اكس مضروبه في الاف دبل داش. ده المفروض بيساوي سالب واحد على رو بارشال بي على بارشال اكس زائد الكيناماتيك فيسكوزيتي نيو مضروبه في السكند ديريفاتيف بتاع السرعه بالنسبه للاكس زائد السكند ديريفاتيف بتاع السرعه بالنسبه للواي. بالنسبه للاكس السكند ديريفاتيف ده قيمته بزيرو، اما بالنسبه للواي ده كان قيمته بيساوي بي في الاكس في الاف، بس هنا تريبل داش اللي هي بارشال 3 اف على بارشال واي تكعيب. يبقى المعادله كده اتحولت الشباب بدلاله الاكس والواي والاف. تعالوا نظبط شكل المعادله دي شويه، يبقى هيطلع عندي ان البي تربيع مضروبه في الاكس مضروبه في الاف داش تربيع ناقص تطلع بره هنا، يبقى برضو البي تربيع في الاكس في الاف مضروبه كمان في الاف دبل داش. ما تنساش ان الاف دبل داش هي بارشال 2 اف على بارشال واي تربيع، مفيش مشتقه بالنسبه للاكس هنا، ده برضو ناقص البي. تعال نودي دي الناحيه الثانيه، يبقى البي مضروبه في النيو مضروبه في الاكس مضروبه في الاف تريبل داش بتساوي
سالب 1 على رو في البارشال بي على بارشال اكس. يبقى ده شكل المعادله اللي احنا حصلنا عليها. ممكن طبعا نظبط المعادله دي اكتر شويه. احنا عندنا هنا اعلى مشتقه هي اف تريبل داش، تعال نحاول نخلي الكوفيشنت بتاعها بواحد، يبقى نقسم على سالب بي نيو اكس، يطلع معايا ان الاف تريبل داش، نظبط بقى شكل المعادله شويه، زائد البي على نيو مضروبه في الاف، في الاف دبل داش بالكوفيشنت هنا بوزيتيف لان انا قسمت على نيجاتيف، ناقص الاف داش تربيع، الكوفيشنت بتاع اف داش تربيع بيجي نيجاتيف لان هي كانت بوزيتيف واحنا قسمنا على رقم سالب، ده المفروض بيساوي 1 على الرو، بس احنا قسمنا كمان على البي في النيو في الاكس، تمام، مضروب في البارشال بي على البارشال اكس. يبقى ده يا شباب شكل المعادله اللي احنا حصلنا عليها من الاكس مومنتم ايكويشن، تمام، ده شكل المعادله من الاكس مومنتم ايكويشن اللي حصلنا عليها حتى الان. تعالوا دلوقتي يا شباب نفكر في باوندري كونديشن مهم تاني، اللي هو بنقول لما قيمه الواي تكون كبيره جدا. احنا قلنا من شويه ان من الباوندري كونديشنز المهمه ان قيمه الداله اف عند الصفر عند واي تساوي صفر، برضه هتساوي قيمة الدالة اف داش عند الصفر هتساوي ايه؟ هتساوي صفر، تمام؟ الباوندري كونديشن الثاني اللي عايزين نفكر فيه هو لما الواي تبقى كبيرة جدا، يبقى ات واي ابروتشز ايه؟ انفينيتي مثلا. لما الواي تبقى بعيدة جدا عن الوولز، فنفكر في الستريم لاينز اللي عندنا، هنلاقي ان الدالة اللي هي اف داش بس المرة دي عند المالا نهاية تقترب وتقول من الواحد، تمام؟ خلي بالك يا شباب اف داش عند المالا نهاية دي، اف داش تقدر تفكر فيها على ان هي ايه؟ تتناسب مع قيمة السرعة يو على يو انفينيتي او يو مالا نهاية. يبقى بعيد جدا عن الجدران قيمة السرعة يو هتساوي تقريبا قيمة السرعة اللي هي ايه؟ بتاعة الاستريم، انما التغيرات في السرعة يو بتحصل بشكل كبير جنب الوول. يعني لو فكرت ادي الوول اهي والفلو نازل كده من اعلى، فبالتالي لما يبقى قريب جدا من الوول بيبقى فيه تغيرات كبيره في قيمه الايه؟ في قيمه السرعه اللي هي يو، تمام كده؟ لان طبعا عند الوول بتبقى السرعه بصفر، وكل ما بنبعد عن الوول في اتجاه الواي كل ما قيمه السرعه بتزيد لغايه ما بتوصل الى قيمه الايه؟ القيمه اللي هي اليو انفينيتي او اليو كونستانت. فبالتالي بنقول لما الواي تقترب من المالا نهايه او تبقى كبيره جدا، الاف داش عند المالا نهايه هتقترب من الايه؟ هتقترب من الواحد. فبما ان الاف داش عند المالا نهايه بتقترب من الواحد، فنقدر برضو نستنتج ان الاف دبل داش عند المالا نهايه بتساوي الاف تريبل داش اللي هي المشتقات اللي بعد كده، وده بيساوي صفر، تمام، على اساس ان هو تفاضل للمقدار الثابت اللي هو الكونستانت، لكن ده ما يعنيناش كتير. احنا اللي يعنينا بشكل مهم جدا هو الايه؟ الكونديشن دي، لان هنستخدمها في حل المعادله او المعادلات اللي هتنتج معانا بعد كده. طيب نرجع برضو للمعادله بتاعتنا اللي هي الاكس مومنتم ايكويشن. هبص نلاقي ان احنا وصلنا الى المعادله ان اف تريبل داش زائد بي ده كونستانت على نيو، برضو ده الكونستانت بتاع الكيناماتيك فيسكوزيتي، مضروبه في الاف وفي الاف دبل داش، تمام، ناقص الاف داش تربيع، تمام، ده المفروض بيساوي واحد مقسوم على الكونستانتس دي كلها بي رو نيو اكس، تمام، طبعا اكس هنا فاريبل مش كونستانت، في بارشال بي على بارشال اكس. ايه رايك في المعادله دي؟ هنبص نلاقي في ترم هنا داله في الاكس، وفي ترم هنا اللي هو الاف والاف داش والاف دبل داش والاف تريبل داش والاف داش تربيع، كل دول داله في الواي فقط مش داله في الاكس، يبقى دي كلها فانكشن اوف واي ودي كلها فانكشن اوف اكس. فلما فانكشن في الاكس تساوي فانكشن في الواي، يبقى لابد ان هما الاثنين يساووا مقدار ثابت، بمعنى انها لا تعتمد على الاكس ولا الواي عشان ينفع يتساووا. ما ينفعش تبقى دي معتمد على الفاريبل اكس ودي معتمد على الفاريبل واي وقيمتهم عند اي نقطه تساوي بعض. فبالتالي قيمه الدالتين هنا لابد ان هي تساوي ايه؟ لابد ان هي تساوي كونستنت. يبقى ده يا شباب
هيخلصني من الايه؟ من التفكير في المقدار ده بالكامل. يبقى اقدر اقول ان المعادله دي تقول الى ان اف تريبل داش زائد بي على نيو مضروبه في الاف مضروبه في الاف دبل داش ناقص الاف داش تربيع، ده المفروض بيساوي كونستانت. تمام، يبقى كده اصبحت المعادله بتاعه المومنتم ايكويشن بهذا الشكل. طيب تعال نفكر معانا في الايه، في قيمه الكونستانت ده. علشان نجيب قيمه الكونستانت تعال نفكر في المعادلات اللي احنا جبناها من شويه، اللي هي لما الواي تؤول الى اللانهايه يبقى وين. طبعا المعادله دي المفروض تنطبق على اي قيمه للواي. تعال نشوف لما الواي تؤول الى اللانهايه المعادله دي ممكن احصل منها على ايه. هلاقي ان الاف تريبل داش بصفر زائد البي على نيو مضروبه في الاف عند الصفر، قلنا دي قيمتها بصفر، والاف دبل داش عند الصفر برضه قيمتها بصفر، ناقص الاف داش عند اسف انا قلت الاف عند الصفر، لا احنا بناخد عند المالا نهايه، عند المالا نهايه الاف تريبل داش عند المالا نهايه قلنا قيمتها تؤول الى الزيرو. الاف عند المالا نهايه معرفش قيمتها في الحقيقه، لكن اعرف قيمه الاف داش عند المالا نهايه والاف دبل داش عند المالا نهايه، يبقى دي قيمه ما نعرفهاش، قيمه الاف نفسها. تمام، لكن الاف دبل داش قيمتها بتساوي صفر عند المالا نهايه، ناقص الاف داش تربيع، الاف عند المالا الاف داش عند المالا نهايه قلنا تقترب من الواحد تربيع. تمام، ده المفروض بيساوي قيمه الايه، قيمه الكونستانت اللي عندي. يبقى لما نعوض بالكونديشن دي عند المالا نهايه هنلاحظ ان قيمه الكونستانت لابد انها تساوي سالب ب على نيو، يبقى ده الكونستانت اللي يحقق المعادله بتاعتي عند المالا نهايه، وبالتالي لازم يحققها عند اي نقطه في الفلو فيلد. تمام يا شباب، يبقى احنا دلوقتي علشان نوجد قيمه هذا الثابت الكونستانت اول حاجه نعرف الكونستانت طلع ازاي، لان عندي داله في الاكس اصبحت تساوي داله في الواي او داله في الواي تساوي داله في الاكس، يبقى لابد ان كلاهما يساوي مقدار ثابت. الفاكت دي خدناها في الايه، السيبريشن اوف ذا فاريبلز في حل البارشال ديفرنشال ايكويشنز قبل كده. خلاص يبقى انا عرفت ان الداله دي في الواي اصبحت بتساوي مقدار ثابت، وبالكونديشن اللي احنا اتكلمنا عنها عند المالا نهايه ان الاف داش عند المالا نهايه قيمته بواحد، وبالتالي الاف دبل داش والاف تريبل داش قيمتهم باصفار، اعوض بيهم في هذه المعادله هينتج معايا ان قيمه الكونستانت لازم تساوي سالب بي على ايه؟ على نيو. يبقى هكتب المعادله دي مره ثانيه بالشكل بتاع الكونستانت الجديد اللي احنا عثرنا عليه. يبقى هنقول المعادله اصبحت اف تريبل داش تمام زائد بي على نيو، ما تنساش البي ده مقدار ثابت لسه ما نعرفش قيمته، لكن النيو هو الكيناماتيك فيسكوستي مضروبه في الاف في الاف دبل داش ناقص الاف داش تربيع، ده المفروض بيساوي ايه يا شباب؟ الكونستانت اللي احنا طلعنا قيمته المفروض بيساوي سالب بي على نيو، والكونستانت ده طلع من قيمه الدوال دي عند لارج فاليو اوف واي او عند واي تؤول الى اللانهايه. المعادله دي يا شباب هي اوردينري ديفرنشال ايكويشن لان هي بتعتمد على الواي فقط، المتغير المستقل هو الواي والمتغير التابع هو الاف. تمام، ومن الدرجه الثالثه فمحتاجين ثلاثه initial conditions او ممكن هنا نسميهم boundary conditions اذا كانت wide space، لكن افترضنا ان هي زي time تبقى initial value problem يبقى نسميهم ممكن initial conditions. تمام، محتاجين ثلاثه initial conditions عشان نقدر نحلها لانها من الدرجه الثالثه. بس المعادله دي يا شباب فيها coefficients b ونيو وسالب b ونيو، المعادله دي ممكن اشيل منها الكوفيشنتس دول بتريك رياضيه هنتعلمها مع بعض دلوقتي. يبقى دي المعادله اللي احنا عايزين نحلها، افتكر معايا دي المعادله اللي احنا عاوزين نحلها لكن فيها كوفيشنتس بي ونيو، فباستخدام التريك اللي جايه دي هنقدر نبسط المعادله دي ونخليها من غير اي بارامترز. تمام، طيب هنغيرها ازاي؟ بسيطه خالص، هنقول لك افترض ان عندي متغير جديد اسمه ايتا، والايتا ده بيعتمد على الواي بالعلاقه دي واي جذر بي على ايه؟ على نيو. تمام، ففي الحالة دي هيبقى عندنا واي تساوي ايه؟ تساوي ايتا مضروبة في جذر نيو على البي، صح كده؟ دي قيمة الايتا بدلالة الواي، ماشي يا شباب؟ طيب
تعال نقول ان بدل ما كان عندي الفانكشن اف سمول اوف واي هيبقى عندي، بدل ما كان عندي الفانكشن اف سمول دي اوف واي هيبقى مقابلها فانكشن ثانيه نسميها اف كابيتال، بس دي في المتغير بتاعها كله اسمه ايتا، عشان ياخد في الاعتبار واي في جذر بي على نيو. تعال نشوف الداله دي لو قدرنا نحولها من اف سمول لاف كابيتال ازاي نقدر نشيل البارامترز بتاع المعادله ونسهل الحل بتاعها شويه. بنقول دلوقتي ان كان عندي ابساي، هنبدا من هنا هنقول ان ابساي كانت بتساوي البي في الاكس في الداله اف اوف واي، تمام؟ ده التعريف اللي هو بداناه خالص اللي هي الفيسكس ستريم فانكشن، بدل ما كانت بي اكس واي خليناها بي اكس اف اوف واي، تمام؟ دي هنقول هي هتساوي بي اكس، تمام يا شباب، في الداله اف كابيتال بقى اوف ايتا، بس طبعا اف اوف ايتا ما هياش اف سمول اوف واي، يبقى لازم نضرب في الفرق اللي هو جذر، جذر ايه عشان نشيل واي ونحط ايتا، نضرب في جذر النيو على البي، تمام؟ يبقى كده اصبحت الداله دي ابساي بدلاله مين؟ بدلاله الفانكشن اف كابيتال وليس الفانكشن اف سمول. طيب تعال نساوي الطرفين دول ببعض، تمام؟ خلاص ده يساوي ابساي وده يساوي ابساي، يبقى اقدر اقول ان البي والاكس هيضيعوا مع بعض، يبقى هنقول الاف اوف واي هتساوي الاف اوف ايتا مضروبه في الجذر بتاع نيو على بي، تمام؟ طيب عشان اخد الكلام ده واعوض بيه في المعادله اللي عندي لابد اجيب المشتقات، يعني لابد اجيب بارشال اف اوف واي على بارشال ايه؟ على بارشال واي، تمام؟ والمشتقه الثانيه والمشتقه الثالثه، تمام؟ تعال بقى نشوف الاول ازاي نجيب بارشال اف اوف واي على بارشال واي، هنقول ده هو بيساوي بارشال على بارشال واي لمين؟ للمقدار اللي عندي ده اللي هو اف اوف ايتا في الجذر التربيعي لنيو على بي، تمام؟ طيب الداله اف كابيتال دي داله في ايتا مش داله في الواي، ازاي افضلها بالنسبه للواي؟ هنستخدم التشين رول، التشين رول بتقول ان ده ممكن يساوي بارشال على بارشال ايتا للمقدار اف اوف ايتا مضروب في الجذر التربيعي لنيو على بي، بس اضرب كمان في بارشال ايتا على بارشال واي، يبقى بارشال على بارشال واي لاف اوف ايتا في جذر نيو على بي هو هو بالتشين رول بارشال على بارشال ايتا لاف اوف ايتا في جذر نيو على بي مضروب كمان في بارشال ايتا على بارشال واي. تعال ننفذ هذا الكلام، فهنقول ده بيساوي الجذر نيو على بي ده كونستانت في المشتقه بتاعت اف اوف ايتا دي ايتا، يبقى دي عباره عن اف داش، تمام؟ اف كابيتال داش. طيب المشتقه بتاعت الايتا بالنسبه للواي نرجع نشوف قيمه الايتا مع الواي، بارشال ايتا على بارشال واي من المعادله دي هو عباره عن جذر بي على نيو، صح؟ جذر بي على نيو، يبقى دي في جذر بي على نيو، يبقى الكلام ده يساوي كام يا شباب؟ يساوي اف داش، يبقى اف سمول داش تساوي اف كابيتال داش، تمام؟ طيب لو عايز بارشال 2 اف اوف واي على بارشال واي تربيع عشان اقدر اعوض في المعادله محتاج المشتقه الثانيه والمشتقه الثالثه، يبقى بنفس الطريقه، يبقى دي عباره عن بارشال على بارشال واي لمين؟ للداله اللي هي اف داش، وده بيساوي بارشال على بارشال واي لاف داش سمول هي هي اف داش كابيتال، صح؟ يبقى برضه بالتشين رول يبقى بارشال على بارشال ايتا للمقدار اللي هو اف داش كابيتال مضروب في بارشال ايتا على بارشال واي، تمام كده يا شباب؟ يبقى نبدا بقى نشوف التشين رول دي نفكها ونطلع القيم بتاعه المقادير بتاعتها. يبقى نقول تاني المقدار اللي هو اف دبل داش اللي هو بارشال 2 اف على بارشال واي تربيع اللي قلنا ده المفروض بيساوي بارشال على بارشال ايتا للمقدار اللي هو اف اف داش وليس اف دبل داش، اسف، اف داش، تمام، مضروب في بارشال ايتا على بارشال واي، يبقى ده هيساوي بارشال ايتا على بارشال واي اللي هو الجذر التربيعي لمين؟ لبي على نيو، تمام، والبارشال على بارشال ايتا الاف داش يديني اف دبل داش،
تمام كده يا شباب، يبقى ده المقدار اللي هو اف دبل داش. يتبقى عندنا مين؟ يتبقى عندنا اف تريبل داش، اف تريبل داش في المعادله اللي هي بارشال 3 اف على بارشال واي تكعيب. يبقى على طول نكتب القيمه بتاعتها بالتشين رول اللي هي بارشال على بارشال ايتا، يبقى بارشال على بارشال ايتا للمقدار اللي هو اف دبل داش، اف كابيتال دبل داش اللي هو سميناه ايه؟ جذر بي في جذر بي على نيو للمقدار اللي هو مين؟ اسف الجزء ده مفيش هنا لسه بي، يبقى دلوقتي ده بارشال على بارشال ايتا للمقدار اللي هو اف دبل داش، يبقى اللي هو جذر بي على نيو في الاف كابيتال دبل داش تمام في الدلتا ايتا على الدلتا واي تمام، او البارشال ايتا على بارشال واي لان هي بتعتمد على الواي فقط. طيب يبقى المقدار ده هيساوي يا شباب، يبقى جذر بي على نيو في الاف كابيتال تريبل داش في الدلتا ايتا على دلتا واي زي ما قلناها قبل كده اللي هو الجذر التربيعي للبي على نيو مره ثانيه. يبقى ده على طول يساوي كام؟ يبقى هنقول اذا الاف تريبل داش هتساوي بي على نيو في الاف كابيتال تريبل داش. يبقى احنا كده يا شباب جبنا العلاقات كلها بتاعت الاف داش والاف دبل داش والاف تريبل داش بدلاله الاف كابيتال. يبقى نقدر نعوض في المعادله، يبقى نرجع للمعادله بتاعتنا اللي هي افكرك بيها مره ثانيه، الاف سمول تريبل داش زائد البي على نيو على نيو مضروبه في الاف في الاف دبل داش ناقص الاف داش تربيع، دي المفروض بتساوي سالب بي على نيو، دي المومنتم ايكويشن ادت الى هذا الشكل. تعال بقى نعوض، احنا قلنا المعادله دي هي المطلوب حلها، لكن المعادله دي فيها بارامترز بي على نيو، فالاسهل ان احنا نحاول نشيل البارامترز دي، فقدمنا المتغير الجديد اللي هو ايتا، والمتغير ده زي ما قلنا هيساعدني ان انا اشيل البارامترز. تعال نعوض كده، اف تريبل داش نعوض عنها هي عباره عن بي على نيو في الاف كابيتال تريبل داش زائد البي على نيو في افتح قوس الاف كابيتال اسف الاف سمول هي عباره عن جذر نيو على بي مضروبه في الاف كابيتال تمام في الاف دبل داش سمول هي عباره عن جذر بي على نيو في الاف دبل داش كابيتال تمام ناقص الاف داش سمول هي الاف داش كابيتال، يبقى دي عباره عن اف داش كابيتال تربيع، وده المفروض بيساوي سالب بي على نيو. هنا هتبدا تفهم الكوفيشنت بي على نيو ظهر معاك في كل الايه في كل الترمات، فتقدر تقسم على هذا الكوفيشنت. فهتلاحظ كمان ان هنا الترمين دول لما حصل ضربهم هيساوي واحد، يبقى يتبقى عندك ايه؟ اف تريبل داش زائد اف في اف دبل داش تمام وزائد واحد كمان لما نودي ده الناحية التانية يطلع زائد واحد ناقص اف داش تربيع ده يساوي صفر. هذه المعادلة التفاضلية قالت إلى إيه؟ إلى هذا الشكل. خلاص، فالمعادلة دي بنسميها إيه يا شباب؟ المعادلة دي free of parameters، ما فيهاش بي على نيو ولا أي coefficients ولا أي إيه ولا أي parameters، فبالتأكيد حلها بيكون نسبيا أسهل شوية من المعادلة اللي بيظهر فيها coefficients كتير زي الإيه؟ زي المعادلة دي. خلاص شباب، وهي بس مرادف للمعادلة دي ولكنها free of parameters، فبالتالي حلها نسبيا بيكون اسهل ايه؟ اسهل شويه. فتعال نحاول نحل المعادله دي من السلايد الجاي ونشوف هتروح بينا لغايه فين. يبقى هنقول مره ثانيه هي المعادله اللي احنا وصلنا لها اللي هي اف كابيتال تريبل داش تمام زائد اف كابيتال دبل داش زائد كمان واحد ناقص اف داش اف كابيتال داش تربيع ده بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. المعادله دي هنوصفها هنا، طبعا هي اوردينري ديفرنشال ايكويشن،
المتغير المستقل هو ايتا، والمتغير التابع هو الاف كابيتال، تمام؟ فاحنا طبعا لو حلينا المعادله دي هنوجد شكل الفانكشن اف كابيتال، ومنها نرجع للفانكشن اف سمول، ومنها نروح نشوف الفيلوسيتي ديستريبيوشن وخلافه. ولكن هنا المعادله دي فيها مشكله، بنقول ان خلينا نكتبها كده، ان this equation contains ايه بقى؟ بتحتوي على ايه؟ two non-linearities. ايه هما التو نون لينيارتيز دول؟ قدامك اهو، الاف مضروبه في الاف دبل داش، والاف داش مضروبه في الاف داش، دي اسمها نون لينير تيرم. زي ما قلنا لو السرعه مضروبه في مشتقتها او المشتقه مضروبه في نفسها، كل دي بتسمى نون لينيارتي، وهي دي مصادر الصعوبه في نافيير ستوكس ايكويشنز. فبرضه المعادله دي وان كانت اوردينري ديفرنشال ايكويشن فهي نون لينير، وفيها تو تيرمز، تو نون لينيارتيز اللي هو اف في الاف دبل داش والاف داش تربيع. وده بيؤدي الى ان المعادله دي اند no analytic solution has ever been found يبقى انا عايزك تخلي بالك هنا، احنا مشينا بالمساله بتاعتي وقدرت احول نافير ستوكس ايكويشن او الاكس مومنتوم ايكويشن من بارشل ديفرنشال ايكويشن الى اوردينري ديفرنشال ايكويشن، ولكن الاوردينري ديفرنشال ايكويشن ستيل نون لينير، فيها تو سورسز اوف نون لينيرتي، ومفيش اناليتيكال سوليوشن معروف لهذه المعادله. فاحنا دلوقتي هنحاول نحل المعادله دي بطريقه ثانيه، خلاص؟ فالطريقه الثانيه اللي قدامي دلوقتي، طالما انا عندي الاناليتيكال سوليوشن اصبح غير موجود، فهنحاول نشوف حاجه من النيوميريكال سوليوشن، ودي بنسميها ابروكسيميت سوليوشن، ما هياش اكزاكت. خلاص يبقى هنروح لحاجه من الايه؟ من النيوميريكال سوليوشن. طيب نحط الباوندري كونديشنز بتاعه المعادله بتاعتي، احنا قلنا دي ثيرد اوردر فيها اف تريبل داش، فمحتاجين ثلاثه باوندري كونديشنز. فاحنا قلنا ان اف كابيتال عند الصفر هتساوي اف داش عند الصفر هتساوي صفر، تمام؟ وقلنا كمان ان الاف داش عند الما لا نهايه من الاستريم فانكشن دي تقول الى الايه؟ الى الواحد. يبقى دي الباوندري كونديشنز اللي احنا عاوزين نحل بيها المعادله. ولكن احنا قلنا دي معادله ثيرد اوردر، محتاجين ثلاثه انيشيال كونديشنز يا شباب. انيشيال كونديشنز يعني الكونديشنز عند واي او ايتا تساوي صفر. يبقى عشان يكتمل الحل بتاع المعادله دي لابد ان احنا نجيب قيمه يعني احنا جبنا قيمه الاف عند الصفر والاف داش عند الصفر، يبقى ينقصنا قيمه الاف دبل داش عند الصفر. محتاجين واحده ايه؟ انيشال كونديشن ثانيه، عايزين نعرف او نخمن قيمه الاف دبل داش عند الصفر بتساوي كام. يبقى خلينا اكتب لك الجزئيه دي عشان مهمه. هنقول to solve this equation عايزين ايه بقى عشان نحل المعادله دي؟ طبعا هلاقي نيوميريكالي اتفقنا ان دي مفيش analytical solution موجود لها حاليا، ولكن حتى علشان نحلها نيوميريكالي we want to know the value of a f double dash عند الصفر. محتاجين ثلاثة initial condition عشان نشتغل فيها. بس الكونديشن هنا ان الاف دبل داش عند الصفر دي تؤدي الى ان ايه؟ ان اف داش عند الما لا نهايه تقول الى الواحد. خلاص يبقى احنا عارفين ان الايه؟ ان الاف داش عند الما لا نهايه تقول الى ايه؟ الواحد. فاحنا عاوزين نجيب اف عند الصفر واف دبل داش عند الصفر واف داش عند الصفر علشان نقدر نحل بيهم المعادله بتاعتي كانيشيال فاليو بروبلم. هي دي الطرق النيوميريكال المتاحه
لابد ان يكون القيم الداله ومشتقاتها عند الستارتنج بوينت تكون ايه؟ تكون معروفه. خلاص؟ فاحنا علشان دلوقتي عاوزين نجاوب هذا السؤال، ايه قيمه الاف داش الاف دبل داش عند الصفر اللي ممكن نبدا بيها نحل المساله بتاعتنا؟ فده محور النقاش في الايه؟ الجزء اللي جاي. طبعا انا بحاول اكتب لك الكلام ده، موجود في كتاب الفيسكاس فلويد فلو، لكن مختصر جدا جدا. فانا بحاول هنا يعني اتناقشه بشكل ايه؟ ابسط الى حد ما، وفي نفس الوقت نتكلم فيه براحتي. يبقى نقول at ايتا تؤول الى ما لا نهايه، خلينا نقول ان هي تبقى لارج، ماشي؟ عشان احنا بنتكلم عن فيزيكال بروبلم مش ماثيماتيكال بروبلم، تمام؟ يبقى هيتبقى عندي المعادله بتقول لي ان اف تريبل داش، تمام، زائد المقدار اف في اف دبل داش، تمام، زائد واحد ناقص، احنا قلنا الاف داش عند ما لا نهايه بواحد، يبقى ناقص واحد يساوي ايه؟ يساوي صفر. فهبص الاقي هنا هيديني ان الاف تريبل داش مقسومه على الاف دبل داش يساوي تقريبا يساوي الايه؟ الاف. يعني في عندنا فانكشن اف بحيث المشتقه الثالثه بتاعتها مقسومه على المشتقه الثانيه تساوي تقريبا قيمه الفانكشن بتاعتي، بس ده فين؟ ده عند ما لا نهايه بس. يبقى دي كونديشن واحده بس المفروض تتحقق، لما ايتا تكون لارج نمبر. فتعال نفكر يعني ايه ايتا تكون لارج نمبر بالنسبه للمساله بتاعتنا. كده كده احنا بنحل نيوميريكال، فعايزين ابروكسيميشن للمقدار ده. فبنقول one must first address the question how large is infinity. يبقى how large is infinity. في المسألة بتاعتي infinity دي معناها ايه؟ فهنقول هنحط الإجابة بيننا وبين بعض دلوقتي ان one answer، مثلا هنقول لما ال f double dash تمام becomes very small becomes very small. برضه يعني ايه very small؟ هنقول نخليها اقل من 10 مثلا اس سالب 5. احنا عارفين ان الاف دبل داش عند ما لا نهايه لازم قيمتها تساوي صفر، هي وال اف تريبل داش، تمام؟ بس احنا في المساله بتاعتي بما اننا بنحل نيوميريكال، فهنقول ان لما ايتا تبقى كبيره جدا بحيث ان الاف دبل داش اقل من ال 10 اس سالب 5، هنفترض ان هو ده لارج انف، تمام؟ يبقى احنا دلوقتي عاوزين داله تحقق ان الاف تريبل داش بتاعتها مقسومه على الاف دبل داش تساوي تقريبا سالب اف، تمام، وكمان ان لما ايتا تؤول الى ما لا نهايه يعني تبقى لارج، خلينا نقول هنا لارج عشان كلمه ما لا نهايه ده تعبير رياضي بحت، احنا عايزين نتكلم كفيزياء. لما ايتا تبقى لارج ايه قيمة الدالة اف دبل داش تكون اقل من 10 اس سالب 5 على سبيل المثال، فبالتالي هنقول ده سمول نمبر. فطبعا الناس فكروا في دالة ممكن تديني حاجة شبه كده، فاحنا ممكن نقول ان اف دبل داش تقدر تقربها جدا جدا بقيمة الدالة زي كده اي اس سالب ايتا تربيع على الاثنين، اي اس سالب ايتا تربيع على الاثنين، ممكن تحقق حاجه شبه كده. شوف كده، هات اف تريبل داش يعني فاضل ده مره ثانيه اقسمه على الاف داش، هتلاحظ ان القيمه بتاعتك هتساوي سالب ايتا، تمام؟ ف القيمه دي بتاعتك طبعا اكسبوننشال دي كي، لما تحط الايتا على سبيل المثال لما تحط الاف دبل داش ب 10 اس سالب 5 يطلع معاك الايتا بحوالي 4.8 من 10. يبقى دلوقتي هنقول at ايتا حوالي 4.8 من 10، هتبص تلاقي الاف دبل داش في الحاله دي هتساوي الاف دبل داش اوف ايتا هتساوي كام؟ اقل من 10 اس سالب 5. يبقى الداله دي ابروكسيميشن، دي ابروكسيميشن ما هياش اكزاكت بالظبط، اللي هي ممكن نخلينا نخمن قيمة الايه؟ قيمة الاف دبل داش عند الزيرو. يبقى لغاية دلوقتي ما عندناش قيمة صريحة للاف دبل داش عند الزيرو، يبقى احنا كل اللي عايزين نخمنه قيمة للاف دبل داش عند الزيرو
اللي تحقق ان اف داش عند ما لا نهايه تؤول الى الواحد. تمام؟ فهنقول دلوقتي اف دبل داش عند الزيرو اللي تخلي اف داش عند ما لا نهايه قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد. ده كل اللي احنا قادرين نعمله في الوقت ده. بس احنا خمننا شكل الاف دبل داش ان هي حاجه عامله زي الاي اس سالب ايتا تربيع على الايه؟ على الاثنين. فتعالى كده نشوف لو حطيت ايتا بفيري سمول نمبر، لو بقت بصفر يبقى اي اي اس صفر بكام؟ بواحد، صح كده؟ يبقى عند الوول قريب من الوول هتبقى اي اس صفر بحوالي واحد. فاحنا دلوقتي بنقول ان اف دبل داش عند الصفر تقريبا الجس بتاعها ان هي بواحد. بس ده مش اكيد يا شباب لان احنا بنحل نيوميريكال، احنا بنخمن. فاحنا دلوقتي هنعمل النيوميريكال سوليوشن ونغير قيمه الاف دبل داش عند الصفر لغايه ما نشوف ان الاف داش عند ما لا نهايه بتطلع تقريبا يونيفورم عند الواحد. يبقى هنقول يوزنج ذيس بريليمينريز ذا نيوميريكال سوليوشن اوف اور ايكويشن از ريدلي اوبتيند باي ميكينج ان اراي اوف جيسز. هنعمل مصفوفه من القيم بتاعه الاف دبل داش عند الصفر، ناخد من صفر لحد نغيرها لحد واحد ونص. يبقى هنغير الاف دبل داش دي من صفر اف دبل داش عند الزيرو لغايه واحد ونص، ونشوف القيمه اللي بتحقق لي المطلوب ده اللي هو ان اف داش عند ما لا نهايه قيمتها بتساوي واحد. طبعا الحل ده اتعمل من سنه 1911 يا شباب، اتعمل مانيوالي، والقيمه دي طلعت كام؟ يبقى ذا كوركت فاليو، ذا كوركت فاليو اوف اف دبل داش عند الصفر اللي هي تحقق ان اف داش عند ما لا نهايه تساوي واحد ترند اوت تو بي، ترند اوت تو بي كام؟ واحد 1.2326. طبعا احنا بنتكلم في نيوميريكال سوليوشن. الحل ده يا شباب زي ما بقول لكم انا راجل اشتغله سنه 1911 تقريبا، من 110 سنه بالظبط، تمام؟ وعملوا مانيوال طبعا، مفيش كمبيوتر، فالحل ده اتعمل بهذه الطريقه، تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي هنفترض يعني الحل الاصلي كان ازاي؟ كان ان احنا بنحل المساله دي نيوميريكال اكتر من مره عند كذا قيمه للاف دبل داش عند الصفر، ونشوف الاف داش عند ما لا نهايه قيمتها بتطلع كام. فضلنا نغير في الكونديشن لغايه ما طلعت معايا ان الاف دبل داش عند الصفر القيمه الصحيحه بتاعتها 1.2326. فانت لو هتحل المساله دي ان شاء الله بالكمبيوتر هتقدر تبدا على طول بالايه؟ بالانيشال جيس اللي احنا هنديهولك اللي هو 1.23259 تقريبا عشان تحل المسألة دي نيوميريكال. فأنا دلوقتي هدخل معاك في تفاصيل الحل النيوميريكال، إزاي المسألة دي هتتحل نيوميريكالي، ممكن نعملها إن شاء الله بالإكسل أو بالماتلاب أو أي سوفت وير أنت شغال عليه نقدر نبرمج عليه بعض المعادلات. يبقى تعالوا كده يا شباب نشوف إزاي هنحل المسألة دي نيوميريكالي. يبقى النيوميريكال سوليوشن، المعادلة عندنا اهي اف تريبل داش زائد اف مضروبة في اف دبل داش زائد واحد ناقص اف داش تربيع بتساوي صفر. وقلنا المعادلة دي اسهل شوية لان ما فيهاش اي كوفيشنز خالص، كل الكوفيشنز بتاعتها بتساوي واحد. وقلنا الانيشال كونديشنز بتاعتها ان اف عند الصفر تساوي اف داش عند الصفر تساوي صفر، و اف دبل داش عند الصفر تساوي 1.23259، تمام؟ دي الارقام اللي انت تبدا بيها المساله بتاعتك. فطبعا دي الطريقه اللي احنا هنستخدمها اسمها الفورس اوردر رانج كوتا ميثود. الطريقه اللي هنستخدمها في حل المساله اسمها الفورس اوردر رانج كوتا ميثود. بس الفورس اوردر رانج كوتا ميثود بتحتاج معادله تفاضليه من الدرجه الاولى، ولكن دي معادله تفاضليه من الدرجه الثالثه. فاللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنحولها الى ثلاث معادلات تفاضليه من الدرجه الاولى. ازاي؟ هنقول ان الفانكشن اف داش هتساوي فانكشن ولتكن مثلا a،
خلاص كده يبقى ادي المعادله التفاضليه الاولانيه بتاعتي ان الفانكشن اف داش بتساوي فانكشن ولتكن a. وبعد كده نقول اذا اف دبل داش هتساوي الاي داش، فاضلنا مره كمان يبقى دي هتساوي الاي داش، واحط ان الاي داش دي بتساوي فانكشن ثالثه ولتكن مثلا بي. خلاص بي هنا غير الفاريبل اللي هو البارامتر اللي هو بي اللي عندنا في الايه في المعادله الاولانيه اللي اخدناها دلوقتي. خلاص يبقى دي فانكشن ثانيه، وهنقول دي المعادله رقم 2. يبقى المعادله الاولى اف داش تساوي ايه، المعادله الثانيه ان اي داش دي تساوي بي، والمعادله الثالثه هنقول اذا اف تريبل داش تساوي ايه، تساوي بي داش. مظبوط، نعوض بيها بقى في المعادله الاصليه اللي عندي، يبقى البي داش اللي هي اف تريبل داش زائد الاف، الاف على طول مضروبه في الاف دبل داش اللي هي البي، تمام، زائد كمان واحد ناقص الاف داش تربيع اللي هي الاي تربيع تساوي ايه، تساوي صفر. دي المعادله الاصليه اللي عندنا، وبالتالي ان البي داش تساوي ايه، الاي تربيع المعادله دول الناحيه الثانيه ناقص الاف في البي، تمام، ناقص واحد، ودي بالنسبه لنا المعادله رقم 3. يبقى اللي احنا عملناه دلوقتي شباب ان حولنا هذه المعادله اللي هي ثيرد اوردر الى ثلاث معادلات فيرست اوردر ينفع نحلهم باستخدام رانج كوتا ميثود. يبقى رانج كوتا ميثود هتستخدم مش لحل معادله واحده، وانما لحل ثلاث معادلات تفاضليه سيميلتينيسلي، لان هم بيعتمدوا على بعض. زي ما انت شايف ان الاف والبي والاي تربيع بتعتمد عليهم البي داش، وكمان البي بتعتمد على الاي داش، والاف داش بتعتمد على الاي، فبالتالي المعادلات لازم يتحلوا سيميلتينيسلي. فالسوليوشن ميثود هتكون بالنسبه لي اسمها الفورس اوردر رانج كوتا ميثود. وطبعا المعادله دي او الطريقه دي مرت علينا قبل كده في التحليلات الهندسيه، رانج كوتا ميثود هي طريقه لحل المعادلات التفاضليه من الدرجه الاولى، انا هرجعها لك، لكن المفروض ان انت الاساسيات بتاعه الطريقه دي موجوده عندك، فتقدر ان انت ايه ترجع لها وتستعملها. هنقول يبقى هنقول يا شباب الفورس اوردر رانج كوتا ميثود، الفورس اوردر رانج كوتا ميثود كانت عبارة عن، بيقول لك ان لو عندي دالة مشتقة y في x بتساوي function of x و y، تمام، وكنا عارفين الانيشال فاليو اللي هي y عند الصفر مثلا بتساوي y0، يبقى دي قيمة تكون معروفة، فبالتالي اقدر احسب coefficients k1 وده بيساوي قيمة ال h، وال h ده هو الانترفال في اتجاه x، تمام، المسافة اللي هنمشيها في اتجاه x مضروبة في قيمة الدالة عند x n و y n اللي هم القيمة الأولانية المعروفة أو القيمة السابقة ليها، تمام، و k2 كان بيساوي برضو قيمة ال h مضروبة في قيمة الدالة f، بس عند إيه بقى؟ عند x n زائد h على الاتنين، و y n زائد k1 على الاثنين، تمام، ده قيمة الدالة بتاعتي. وk3 coefficient k3 بيساوي ال h مضروب في ال x n f of x n زائد h على الاثنين، و y n زائد k2 على اثنين، وال k4 كان بيساوي برضه قيمة ال h مضروب في ال x ال f of x n زائد h في نهاية الانترفال بقى، و y n زائد k 3، تمام، ده ال k 4. وكنا بنقول ان y عند n زائد 1 هتساوي y عند n زائد 1 على 6 مضروبة في ال k 1، تمام، زائد 2 k 2 زائد 2 k 3 زائد k 4، تمام، يبقى اذا اقدر اجيب قيمة الدالة عند مثلا واحد بدلالة قيمة الدالة عند صفر،
قيمة الدالة عند 2، ب3 قيمة الدالة عند 1، وهكذا. تمام، يبقى بالتالي اقرر. طبعا المعادلة دي كان بيبقى فيها نسبة خطأ ايرور، ولكن هي فورس اوردر، فالايرور من الاوردر بتاع اتش اس 5، ولذلك اتش دي كنا بنختارها اصغر ما يمكن بحيث ان انت تقدر تحل المسألة بتاعتك بدقة عالية. تمام، لان كل ما بتكون اتش كبيرة كل ما الاوردر بتاع الايرور بيزيد، لان الاوردر بتاع الايرور بيتناسب مع الاتش اس 5، فاكيد طبعا الاتش اصغر من الواحد يا شباب. تمام، الاتش اكيد اصغر من الواحد علشان نقلل النسبه بتاعت الايرور. تعال بقى نشوف ازاي هنطبق الفورس اوردر راند كوتا ميثود على المساله بتاعتنا. يبقى الفورس اوردر راند كوتا ميثود نطبقها على المساله بتاعتنا. احنا عندنا كام معادله يا شباب؟ عندنا 3 معادلات. تعال نفتكر ان المعادله الاولى كانت هي اف داش تساوي الفانكشن بتاعتي هي اسمها ايه، ماشي يا شباب؟ يبقى عشان نطبق عليها الفورس اوردر راند كوتا ميثود، يبقى هنقول الكي واحد اللي هتتحسب للفانكشن اف دي هتساوي الاتش. الاتش في الكتاب قال لي خدها حوالي 3%، انت طبعا ممكن تغير، يعني بعد ما تبرمج المساله دي على الاكسل ولا حاجه ممكن تغير الاتش وتشوف هتاثر معاك ازاي. في قيمه الداله اللي هي ايه عند الزيرو اللي هي اي 0. تمام، والكوفيشنت كي 2 في داله الاف هيساوي ايه بقى؟ هيساوي عباره عن الاتش في قيمه الداله عند 0 زائد الكي 1 اللي احنا حسبناه، بس الكي 1 بتاع الاي بتاع داله الاي على الاثنين. تمام، والكي 3 في داله الاف هيساوي برضه نفس الكلام، الاتش مضروبه في الاي 0 زائد الكي 2 بس بتاع داله الاي على الاثنين، والكي 4 اف هيساوي برضه 3% اللي هي الاتش اللي عندنا في الحاله دي مضروب في الاي 0 زائد الكي 3 اي، مش على الاثنين بقى، هو نفس القيمه مباشره. خلاص، يبقى دول الاربعه كوفيشنت بتوع المعادله الاولانيه. زي ما انت شايف لازم نحل سيمولتينيوس لان كي 1 اي ظهر في حساب كي 2 اف، فلابد ان احنا نحل سيمولتينيوسلي بالتزامن. طيب تعالى نفتكر ان المعادله الثانيه، المعادله الثانيه كانت ان اي داش بتساوي بي. تمام، الفانكشن بي، يبقى لما نيجي نحسب الكوفيشنت كي 1 في داله الاي ده هيساوي برضه 3% في البي 0. تمام، والكي 2 في داله الاي هيساوي برضه الاتش بتاعتي اللي هي 3% في افتح قوس البي 0 زائد الكي 1 بي على الاثنين. تمام، يبقى لازم نروح نحسب الكي 1 بي على التوازي عشان نقدر نعوض في الكي 2 اي. يبقى الكي 3 في داله الاي هيساوي برضه الاتش بتاعتي في البي 0 زائد الكي 2 بي على الاثنين، والكي 4 في داله الاي هيساوي برضه الاتش اللي هي 3% في البي 0 زائد الكي 3 اي. تمام، طيب فاكر المعادله الثالثه؟ تعالى بالمره نكتب. خلينا اقول ان هنا الايكويشن النهائيه ان انا لما اجي احسب الاف عند النقطه 1 بدلاله الاف عند النقطه 0 يبقى لازم اجمع عليها السوتس لمين بقى؟ كي 1 اف زائد 2 كي 2 اف زائد 2 كي 3 اف زائد كي 4 اف. تمام كده، ده لما نيجي نحسب الاف الجديده بدلاله الاف القديمه. تمام، ونفس الكلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لل A. يبقى ال A الجديده هتساوي ال A اللي قبلها زائد 1/6، بس هنا كي 1 A زائد 2 كي 2 A زائد 2 كي 3 A زائد كي 4 A. تمام، يبقى ده كده القيمة الجديدة بدلالة القيمة القديمة. طبعا لاحظت ان انا عندي كي 1 B وكي 2 B، دول لازم اجيبهم من المعدل ايه؟ تمام، هنا كويس رجعنا، ده برضه كي 3 B، فدول لازم اجيبهم من المعادلة الثالثة. المعادلة التفاضلية الثالثة لازم تتحل على التوازي معايا برضه.
يبقى نروح للمعادلة التفاضلية الثالثة. خلينا نبدأ في صفحة جديدة. يبقى هنقول إن الـ K، خلينا نكتب المعادلة نفسها الأول. المعادلة نفسها بتقول لي إن الـ B داش، المعادلة التفاضلية B داش بتساوي إيه؟ بتساوي الـ A تربيع ناقص الـ F مضروبة في الـ B ناقص 1. ماشي يا شباب؟ فهنقول إذا الـ K1 B هيساوي إيه؟ إحنا قلنا الـ H 3 من 100 مضروب في مين؟ بص بقى الدالة هنا بتساوي إيه؟ بتساوي A تربيع، خلاص يبقى الـ A0 تمام؟ الـ A0 تربيع ناقص الـ F في الـ B، يبقى الـ F0 في الـ B0 تمام؟ ناقص 1، يبقى ده قيمة الـ K1. طيب الـ K2 B هيساوي زي ما قلنا برضه 3 من 100 مضروبة في الـ A0، هنا هتبقى الـ A0 زائد الـ K1A على الاثنين بس الكل تربيع ناقص الـ F0، هتبقى الـ F0 زائد الـ K1F على الاثنين مضروبة في الـ B0، هتبقى الـ B0 زائد الـ K1B على الاثنين تمام. وادي الـ K1B هيبقى ظهر معايا، كل ده ناقص 1 تمام يا شباب. طيب نكمل، عايزين الكي 3 ده هيساوي برضو الاتش معايا 3 من 100 في افتح قوس الاي 0 زائد احنا بنحسب كي 3 يبقى كي 2A على الاثنين الكل تربيع ناقص الاف 0 زائد الكي 2F على الاثنين مضروبه في الـ B0 زائد الـ K2B على الاثنين ناقص 1، كذلك K4B، K4 بتاعة دالة الـ B هتساوي برضه الـ H مضروبة في الـ A0 زائد الـ K3A الكل تربيع ناقص الـ F0 زائد الـ K3F مضروبة في الـ B0 زائد الـ K3B ناقص 1. ولما نيجي نحسب الـ B1 أو الـ B الجديدة ناخدها بتساوي الـ B القديمة زائد 1 على 6 في الدالة بتاعتي اللي هي K1B زائد 2 K2B زائد 2 K 3B زائد K4 بتاع دالة الـ B، وطبعا زائد ايرور من الاوردر اللي هو H أس 6 تمام يا شباب. يبقى دي هي مجموعة المعادلات اللي احنا بنحلهم مع بعض simultaneously. يبقى الـ First Order Random Quantum Method بتستخدم لمعادلات من الـ First Order، فلو المعادلات بتاعتك زي ما انت شفت في المسألة بتاعتنا من الـ Third Order فبالتالي برضه نقدر نحلهم عن طريق ان احنا نحولهم الى ثلاث معادلات ونحل المعادلات دي simultaneously مع ايه؟ مع بعضهم. هنا شباب انا عايز اوريكم الطريقة اللي احنا ممكن نطبق فيها راند كوانتم ميثود على مثلا ملف اكسل تمام. دلوقتي احنا استنتجنا المعادلات اللي عندنا ولقينا ان هم ثلاث معادلات عايزين نحلهم بشكل متصل، فهاجي هنا مثلا في ملف اكسل وهبدأ في كتابة القيمة بتاعت الـ H اللي انت عايزها. يبقى المربع 3 من 100 زي ما انت شايف ده القيم بتاعت الـ H اللي احنا عايزينها، وهبدأ اكتب الـ Independent Variable على الـ X Axis بتاعي اللي هو الـ Eta تمام، البارامتر بتاعي اللي هو الـ Eta، وهبدأ اغير Eta من صفر كل مرة هزود عليه ستيب مقدارها H، يبقى 3 من 100 6 من 100 9 من 100 وهكذا تمام. وبعد كده هبدا احط البارامترز اللي انا عاوز احسبها كلها. اول حاجه هنا تظهر عندي اللي هي الـ A الفانكشن A والـ K1 بتاع الفانكشن A والـ K2 بتاع الفانكشن A والـ K3 بتاع الفانكشن A والـ K4 بتاع الفانكشن A، بعد كده الـ B فانكشن B والـ K1B والـ K2B والـ K3B والـ K4B، بعدين الفانكشن F والـ K1F والـ K2F والـ K3F والـ K4F تمام. تعالى خلينا
نشيل كل القيم دي عشان نشوف الأمور ماشية إزاي، وبعد كده نبدأ نحسبهم مرة تانية ببساطة شديدة. هنقول أول حاجة الـ A عند الصفر، لو أنتم فاكرين إن الـ function A دي كانت بتساوي كام؟ كانت الـ function A دي بتساوي الـ F داش، وقلنا الـ F داش عند الصفر بصفر، يبقى القيمة دي هنحطها مباشرة. تمام؟ بعد كده نروح عند القيمة B. القيمة B لو أنتم فاكرين دي كانت الـ F دبل داش، وقلنا الـ F دبل داش عند الصفر دي قصة كبيرة جدا، هي اللي إحنا قلنا هنبدأ نغير قيمتها لغاية ما تخلي لي الـ F داش عند المالا نهاية قيمتها تقترب من الواحد. فقلنا وصلنا للقيمة 1.23259. تمام؟ دي القيمة اللي إحنا وصلنا لها، يبقى دي الـ B هي الـ F دبل داش عند الصفر. وبعد كده القيمة F، الـ function F عند الصفر قلنا بتساوي صفر، يبقى التلات قيم دول A عند الصفر و B عند الصفر و F عند الصفر دول هتحطهم مباشرة. بعد كده نيجي للقيم K1 و K2 و K3 و K4، دول المعادلات بتاعتهم معروفة بس حسب الـ A والـ B والـ F. بنيجي مثلا لو تفتكر الـ function A، تمام؟ فقلنا الـ K1 A ده كان بيساوي الـ H مضروبة في الـ B عند الزيرو، صح كده؟ يبقى هتلاقي هنا بيساوي الـ H مضروبة في الـ B عند الزيرو. طيب الـ K2A ده كان بيساوي الـ H، تمام، مضروبة في الـ B عند الزيرو زائد الـ K1B على 2. طبعا الـ K1B على رقم النص متحسبش، ولكن هياخد الـ A، هياخد القيمة من المربع ده K1B على الـ 2، تمام، زي ما انت شايف في المعادلة بتاعته بتظهر عندك اهي. الـ K3A نفس الكلام، كان بيساوي الـ H مضروبة في الـ B عند الزيرو زائد الـ K2B على الـ 2، والـ K4A كان برضو بيساوي الـ H مضروبة في الـ B عند الزيرو زائد الـ K3B مباشرة. يبقى ده الطريقة اللي احنا بنقدر نحسب بيها الـ K1 والـ K2 والـ K3 والـ K4 لكل الدوال A و B و F بتاعتي. وبعد كده بتيجي تحسب، انت دلوقتي قلت A عند الصفر بصفر، طب A1؟ A1 هتتحسب بدلالة الـ A صفر والـ K1A والـ K2A والـ K3A والـ K4A بالمعادلة بتاعت رانكوتا، يبقى هي عبارة عن الـ A عند الصفر زائد 1/6 مضروبة في الـ K1A زائد 2 K2A زائد 2 K3A زائد K4A. نفس الكلام الـ B عند القيمة الثانية بتتحسب من الـ B عند القيمة الأولانية زائد سدس في مجموع الكيهات، وكذلك الـ F عند القيمة الثانية بتساوي الـ F عند القيمة الأولانية زائد مجموع الكيهات مقسوم على 6. ولو أنا خدت كل ده وبدأت أكرره أعمل له كوبي بيست، هبص تلاقي كل القيم اتحسبت معايا. طيب علشان نفتكر مع بعض، إحنا قلنا الـ B اللي هي الـ F دبل داش عند الصفر قيمتها بـ 1.23259، طبعا عند الملا نهاية قلنا قيمتها بتقترب من الصفر زي ما أنت شايف، عند إيتا تقريبا بـ 4.8 لو فاكرين، عند ايتا بتساوي 4.8، القيمة بدأت تقترب من 10^5. تمام شباب؟ يبقى احنا دلوقتي نقدر نقول الكلام ده ماشي مظبوط، هي حسب توقعنا ان الايتا دبل داش بتبروتش للصفر. تمام؟ طيب لو انتوا فاكرين ان الاف اسف الاي اللي هي عبارة عن الاف داش، الاف داش دي كانت بكام؟ تقترب من الواحد، شايف؟ تقترب من الواحد، طبعا قيمتها المفروض بتثبت عند واحد، لكن ده نيوميركال سوليوشن مازال في برسنتج ايرور، لكن القيمه ماشيه بتثبت عند واحد في نهايه الايه؟ في نهايه الحسابات بتاعتي. خلاص شباب؟ طبعا انت ممكن، انا هبعت لكم ملف الاكسل ده عشان تتعلم ازاي بنحل الثلاث معادلات دول بشكل سيمولتينيوسلي، بنطبق عليهم الرانج كوتا ميثود، وان شاء الله هطلب منكم بعض الحاجات تطلعوها من المنحنى ده، زي مثلا الدايجرام اللي موجود في الكتاب، الفيجر اللي موجود في الكتاب تقدروا تحسبوه من هنا، تقدر تغير قيمه الانيشال كونديشن بتاعه الاف دبل داش عند الصفر وتشوف تاثيرها على المساله، لان احنا قلنا ده موضوع كانت مهم جدا، ازاي نعمل جس او نتوقع قيمه الاف دبل داش عند الصفر اللي هي قيمه البي عند الصفر بالنسبه لنا. لو انت غيرت قيمه الاتش تقدر تشوف تاثير ده على الاكيوريسي بتاعتك. فانا ان شاء الله هبعت لكم الملف ده مع المحاضرة إن شاء الله بتاعت النهاردة.
ادي يا شباب المنحنى اللي هو موجود عندك في الكتاب بعد الحل. طبعا زي ما قلت لك كتاب فيسكس فلويد فلو مختصر جدا جدا، لو جريت ورايا فيه هتلاقي ان الموضوع مختصر، لكن هو مديني الدايجرام ده. ادي قيمه الاف تمام اللي هي بتتناسب مع قيمه الاستريم فانكشن، طبعا كل ما بنعلى بالواي قيمه الاستريم فانكشن بتزيد، يعني دي ما تمثلش فيزيكالي معانا حاجه معينه في الفلو فيلد، لكن يبدا الشغل يبقى جميل من عند الاف داش. الاف داش قلنا دي بتتناسب مع قيمه السرعه بالتحديد يو على يو ما لا نهايه، فكل ما بنبعد عن الواي بتزيد قيمه اليو لغايه ما بتثبت قيمتها مع ما لا نهايه، بنطلع من الباوندر لاير فبتبقى القيمه تقريبا واحد وبتثبت على كده. والاف دبل داش اللي هي شباب بتتناسب مع الشير ستريس، والشير ستريس زي ما طبعا متوقع ان هو بيكون اعلى ما يمكن عند الوول، عند ايتا بتساوي صفر او عند واي بتساوي صفر بيكون الشير ستريس هنا اعلى ما يمكن، وبعدين بيقل قيمته تدريجيا لغايه ما بيوصل الى الزيرو لما نطلع بره الباوندري لاير. عشان كده قلنا الفيسكاس افكت بيبان قرب الايه؟ قرب الحيطه، قرب الباوندري بتاعتي. فالخط السوليد هو التو دايمنشنال فلو، ده الحاله اللي احنا حليناها مع بعض دلوقتي او في المحاضره بتاعت النهارده. والخط الداش لاين ده هو الاكسي سيمتريك فلو، ودي الحاله اللي انا عاوزكم ان شاء الله ان انتوا ايه تحلوها. السيميلاريتي سوليوشن بتاع الاكسي سيمتريك فلو تمام، هي موجوده في الكتاب بشكل مختصر ومحلوله، فانا عايزكم تحلوها بالتفصيل زي ما احنا عملنا في التو دايمنشنال فلو. وانا هبعت لكم الملف بتاع الاكسل فايل عشان تبقى كل حاجه معاك، الديتيلز بتاعت التو دايمنشنال فلو معاك، والطريقه انك ازاي تعمل ابلاي لرانج كوتن ميثود برضه موجوده معاك، وتشوف المعادله بتاعتك هتقول الى ايه وتحل وتطلع بالكيرفين دول ان شاء الله في التقرير اللي انت هتسلمه. يبقى انت هتسلم الاكسس سيمتريك سوليوشن زي اللي احنا حليناه النهارده بالتفصيل من اول الديفرنشال ايكويشنز لغايه ما تستخدم رانج كوتن ميثود، وتطبق عليها رانج كوتن ميثود باستخدام ملف الاكسل اللي انا اديته لك، ازاي بتطبق عليه الكيسه دي وبترسم لنا المنحنى ده وتشوف هيطلع معاك منطبق زي الحاله دي ولا لا. يعني هفكرك كمان مره شباب ان الحل ده اول ما اتعمل اتعمل يدوي من حوالي 110 سنه، ما كانش فيه كمبيوتر زي ما انت شفت، رانج كوتن ميثود بالاكسل في منتهى السهوله، انما الكلام ده اتعمل في البدايات خالص بشكل يدوي. هنتوقف هنا النهارده عشان زمن المحاضره اوريدي اتعدى، وإن شاء الله ألقاكم في محاضرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.